وجهات مجموعة من انتقادات اللجنة، وربما كانت بعض في محله لأن كانوا بنات، ربما شافوهم البعض أنهم ظلموا، شفتهم أنا أيضا أنهم ظلموا، ولكن لقيت ملي بركت مع البنات لقيت أنهم فعلا كيستحقوا أنهم يفوزوا باللقب. المعايير ديال الجمال كتختلف من عين لعين، كيبقى أشنو الواحد غادي يدير. راه تقدر تكون وحدة زوينة، شاف فلان زوين ولا دا، ولكن كيبقى يشوف فيها ما كتبقاش بداك الزين ديالها الطبيعي اللي كتشوفو العين في اول مره. لا بقيتي كتشوف فيها بزاف. كتقدر وحده تكون ماشي زوينه بزاف، ولكن ان فوا غير كتشوف غير كتشوفها كايا كتلمح ان كاين فيها شي حاجه ديال الزين. دونك حنا ربما ما اعتمدناش على الجمال 100%، كان فيه الثقافة، كان كيفاش يقنعوا اللجنة، كان فيه سميتو مجموعة من المعايير اللي فعلا تحلت بها الملكة، رغم أنني في الأول ما كنتش موافقة عليها، ولكن دابا كنعترف أنني موافقة عليها، لأن السيدة طيبة بزاف، باغا تخدم المدينة وكتحلف أنها غادا تقدم شي حاجة للمدينة، لأنها عندها وبنت عائلة، يعني الواحد أنا واثقة فيها. شكرا.